مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. تقريبا 72 ساعه بتفصلنا عن يوم مباراه الاستعداد والاحتفال، كلام طبعا على ماتش الاخير في مشوار الاهلي في الدوري العام يوم السبت ان شاء الله باذن الله، وفرقتنا بتستعد وبتجهز وعندنا اخبار عن الفرقه وعن اللعيبه وعن كمان ملعب مباراه النهائي ان شاء الله باذن الله، نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني بتهيألي نطمن على الفرقه الاول ساره. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بيواصل تدريباته خلاص استعدادا لمباراه طلائع الجيش يوم السبت اللي هيكون فيها طبعا تسليم درع الدوري للنادي الاهلي.